وتحالف شركائها شركة إنفينيتي باور وشركة حسن علام المرافق للبدء في إنشاء مشروع لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجا وات، وهو أحد أو يمكن هو أكبر مشروع في العالم. احنا معانا النهاردة إن شاء الله في المؤتمر الصحفي السيد الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعانا السيد محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي للهيدروجين الأخضر في شركة مصدر، والسيدة داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام المرافق، والسيد ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي باور. هنبدأ بالسيد الدكتور محمد الخياط، يكلمنا عن المشروع. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 10 جيجا وات من طاقة الرياح في منطقة غرب سوهاج، بيشغل مساحة حوالي 3000 كيلو متر. قبل ما أتكلم عن المشروع، بيهمني أؤكد على أن المشروع بيجسد العلاقة الاستراتيجية ما بين دولة الإمارات الشقيقة وجمهورية مصر العربية، وأيضاً بيأتي المشروع كأحد نتائج مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، واللي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به، وده في ضوء الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصر في مجال الطاقة المتجددة بشكل عام وتطبيقاتها، سواء بالنسبة لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وأيضاً العمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضاً رؤية الدولة المصرية في تحول مصر إلى منصة عالمية للطاقة في كافة نواحيها. بالنسبة للمشروع، بيأتي المشروع نتاج جهد سنوات طويلة من العمل على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بدأت من أكثر من حوالي 30 عام، بدأت من خلال مراحل مختلفة، انتهت إلى المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الإطار التشريعي المنظم والخاص بإصدار قانون الطاقة المتجددة 203 لعام 2014، وما تلاه أيضا من أطر تشريعية منظمة، سواء في شكل قوانين أو في شكل لوائح، وأيضا قرارات من مجلس الوزراء، واللي بناء عليها تم في الحقيقة تنفيذ العديد من مشروعات الناجحة مع القطاع الخاص، أولها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمدينة أسوان، 32 مشروع على مساحة 37 كيلو متر مربع بقدرة 1465 ميجا وات، وأيضا استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 2 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 10,000 فرصة عمل. تلا ذلك العمل على تطوير مجمع خليج السويس لطاقة الرياح بالشراكة مع تحالفات دولية وإقليمية ووطنية، وهذا من خلال إنشاء حوالي 4,000 ميجا وات. تم العمل على تنفيذ جزء منها من خلال مشروعات هيئة الطاقة المتجددة، ثلاث مشروعات بإجمالي قدرات 580 ميجا وات، وأيضا هناك مشروعات للقطاع الخاص، منها ما هو قيد التشغيل ومنها ما هو قيد التطوير والتنفيذ أيضا. تلا ذلك التحول إلى المشروعات الأكثر قدرة، وهي مشروعات الجيجا وات، وكان نتاج هذا المشروع الحالي وهو بقدرة 10 جيجا وات، إن شاء الله يتم تنفيذه في منطقة غرب سوهاج على مساحة تتجاوز 3000 كيلو متر مربع، إن شاء الله يتم تنفيذه على مراحل. المرحلة الأولى بتصل إلى حوالي 2000 ميجا وات من القدرات المركبة، وده في الحقيقة بيتسم بأنه بيستفيد من المساحات التي تم تخصيصها لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، والتي تتجاوز إجمالي المساحات 30,000 كيلو متر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، بتتركز في منطقة خليج السويس 1200 كيلو متر مربع، منطقة شرق وغرب النيل حوالي 4,000 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى غرب أسوان وغرب سوهاج بحوالي 25,000 كيلو متر مربع. أيضا من المنتظر إن شاء الله خلال الفترات القادمة البدء في إجراء الدراسات الخاصة بحصر المصادر، وأيضا الدراسات البيئية والدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، والعمل على استيفاء كافة متطلبات المشروع تمهيدا للبدء في عمليات الإنشاء والربط بالشبكة وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا محمد، ونسمح لحضرتك الدكتور محمد الرمحي. تفضل حضرتك. شكرا. بداية بحب أني أشكر الإخوة في مصر على حسن الضيافة،
وبحب أثني على كلمة الدكتور محمد. فعلا إحنا هنا توثيق لعلاقة استراتيجية متميزة ما بين دولة الإمارات وجمهورية مصر الشقيقة والغالي علينا جميعا، وليس أدل على هذه العلاقة الاستراتيجية وتوثيق لأصولها في التعاون المشترك في كل المجالات، من أنه هذه الاتفاقية بداية تمت أو انبثقت من مؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ، واللي شهد توقيعها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا دليل بالتزام القيادتين بتوثيق أسر وأطر التعاون المشترك ما بين دولة الإمارات ومصر في كافة المجالات، وخاصة في مجالات انتقال الطاقة، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مجالات الهيدروجين الأخضر. نحن الآن في هذا الصرح العملاق والهام، نشكر بداية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونشكر معالي وزير الطاقة الدكتور محمد شاكر المرقبي اللي حضروا بأنفسهم هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر اللي حرص تمام الحرص على وجوده هنا في توقيع هذه الاتفاقية، لأن هذه الاتفاقية تعني لنا الشيء الكثير، ليس فقط تعني توثيق الدور الريادي لمصدر وشركائها من خلال التحالف العام اللي بنعمل فيه سويا مع بعض في مختلف المجالات اللي بتمس التقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر أيضا، ولكن أيضا هي مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنه إحنا بنعلن من خلال اتفاقية اليوم البدء الفعلي على الأرض بأعمال تطوير مشروع هو الأكبر عالميا، ليس فقط في أفريقيا، هو الأكبر على مستوى العالم، هو مشروع رائد في كل المقاييس في وقت مصر ودول أفريقيا تحديدا هي في أمس الحاجة له. مصر دولة رائدة بكل المقاييس، تمتلك كافة المعايير اللازمة لتطوير مثل هذه المشاريع من توفر المصادر الطبيعية سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مدى نضج الأطر التنظيمية والحوكمة اللي موجود فيها بإدارات متميزة شهدنا منها سعادة الدكتور محمد، جاهزية تامة للتطوير. هذا المشروع حينتج تقريبا 47800 جيجا وات أور سنويا، حيسهم في تفادي إطلاق 24 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا. خلينا نقف قليلا، ال 24 مليون طن تمثل تقريبا 10% من الكربون فوتبرنت، من البسطنة الكربونية لمصر. مشروع واحد سيسهم في تفادي إطلاق 10% من بصمة الكربونية لمصر. ما في أكبر من الإنسان لما يقوم، أو الدول المنظمات لما تقوم بإنجاز على الأرض على الواقع. هذا المشروع سيجلب استثمارات الآن لا تقل عن 10 مليار دولار، وهذا 10 مليار دولار هي استثمارات مباشرة. خلينا ما ننسى أنه من خلال الطاقة المتجددة مصر ستوفر الغاز الطبيعي اللي بيتم يحرق، بيتم حرقه لإنتاج الكهرباء. هذا المشروع إذا حسبنا 47800 جيجا وات ساعة بتوفر 5 مليار دولار سنويا لخزينة الدولة المصرية وبالعملة الصعبة، ناهيك عن إنعاش الاقتصاد وتوفير وظائف. فالدولة المصرية والحكومة المصرية الرشيدة تمشي على خطى واثقة وناجحة وسديدة. نحن كتحالف مصدر حسن علام للمرافق وإنفينيتي باور نعمل سويا في تطبيق وفي توثيق هذه الأهداف الاستراتيجية الهامة كشركاء للحكومة المصرية في هذا المشروع الهام والاستراتيجي اللي من خلاله بالتعاون مع الحكومة المصرية، بالتعاون مع الهيئات المعنية، سنقوم بتطوير مشروع هو الأكبر من نوعه، يستخدم تقنيات حديثة بكلف اقتصادية مجدية ومنافسة اقتصاديا، ستسهم في إنعاش الاقتصاد وتسهم في ردف الاقتصاد المصري بشكل كبير. نحن نتمنى للحكومة المصرية ولشعب مصر الحبيب كل التوفيق والازدهار والرفاهية
ونحن كتحالف لن ندخر أي مجهود ولن نألو أي إمكانية متاحة لنا في سبيل أن نوفر أفضل الطرق المتاحة وننجز هذا المشروع في أسرع وقت زمني ممكن. شكرا. نشكر حضرتك ونستمع للسيدة داليا وهبة. شكرا. ببدأ برضو أحب أبدأ بشكر كبير للقيادات في الدولة المصرية ودولة الإمارات للدعم اللي تلقاه هذا المشروع هذه المشاركة. زي ما تفضل الزملاء إنه ده من أي من فترة الكوب 27 لما حصل الدعم من أول مستوى رئاسي لهذا التحالف لإنشاء هذا المشروع، وده مشروع استراتيجي زي ما تفضل دكتور محمد وقال هيكون الأكبر من نوعه عالميا. وإحنا كحسن علام للمرافق مجموعة حسن علام وكشركاء في هذا التحالف نشرف بأن إحنا نلعب هذا الدور في تمكين مصر من أنها تقدم مشروع بهذا الحجم عالميا. شركة حسن علام للمرافق شركة متخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية اللي بتدعم الأهداف البيئية من توفير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. طبعا هذا المشروع يعد الأكبر اللي احنا النهاردة بصوب المشاركة فيه، وإحنا سعداء جداً بهذا التحالف مع شركة مصدر وهي شركة رائدة عالمياً في هذا المجال، وطبعاً شركائنا شركة إنفينيتي باور. المشروع النهاردة اللي حصلت نقول خطوة مهمة جداً وهي في بدء التطوير، لأن النهاردة تم تخصيص مواقع المشروع وحدوده، وده بيدينا خلاص الفرصة ان احنا نبدأ في الدراسات والتحضير للمشروع. والحقيقة بأكرر الشكر ان احنا واخدين كل الدعم ان المشروع يمشي في جدول زمني منتظم جدا، وطبعا مشروع بهذا الحجم وكم المدخلات اللي يجب توفيقها لإتمام مثل هذه المشاريع لا يتم إلا بدعم وتنسيق مع أجهزة الدولة من الوزارة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. المشروع طبعا جاي في وقت مع توجهات الدولة لاكتساب الاستثمارات الخارجية، وطبعا مصر تتميز بمصادر طاقة متجددة، عايز أقول أحسن يعني من أفضل المصادر لإنتاج الطاقة عالميا، ولهذا فهو مجال مهم ومناسب جدا لجذب الاستثمارات الخارجية. فبنأمل برضو أنه إلى جانب الدعم والمساعدة على تحقيق أهداف الدولة في تعظيم الجزء من الطاقة اللي بينتج من المصادر الجديدة والمتجددة، كمان بنعظم الاستثمارات الخارجية إلى مصر في مجال مصر عندها التميز فيه. جانب مهم جدا في المشروع ده برضو توفير فرص العمل، ودي برضو أحد أهداف الدولة وأهدافنا كمستثمرين لدعم التطوير. المشروع ده بحجمه في خلال إنشاؤه هيخلق فرص عمل في حدود 100,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة during في خلال الإنشاء، وبعد التشغيل هيوفر أكثر من 3,000 فرصة عمل، وده طبعا برضو هدف مهم جدا من أهداف هذه الاستثمار. هختم بتكرير الشكر لكل الهيئات والأشخاص اللي ساعدوا إن المشروع يوصل لهذه الخطوة الهامة في بدءه، ونتمنى إن شاء الله النجاحات أكتر لنا جميعا والتوفيق لنا كتحالف في هذا المشروع ومشاريع أخرى بنشتغل فيها مع بعض. شكرا لحضرتك يا فندم. وهنستمع لكلام من السيد ناير فؤاد. طبعا أنا بعد كل الكلام اللي شركائنا والدكتور خياط قالوه ده مش هضيف كتير للي اتقال عشان اللي اتقال، بس اللي أقدر أقوله إن المشروع ده أكبر مشروع طاقة متجددة أو طاقة رياح في العالم، العشرة جيجا وات، وهيوفر 10,000 فرصة عمل مباشرة خلال
إنشاء المشروع و 3000 فرصة عمل خلال تشغيل المشروع، وأهم حاجة أنه هيقلل انبعاثات الكربون بحوالي 9% من البصمة الكربونية للدولة المصرية. ونقول أهم حاجة برضو بعد كده أن المشروع ده بيجي عشان يحقق خطة الدولة ل 2030 عشان نوصل ل 42% كهدف من الطاقة متجددة، ودي خطة مصر الطموحة اللي إن شاء الله هتتحقق بمساعدة الناس كلها بإذن الله. شكرا. شكرا لحضرتك. احنا نستمع لعدد من زملاء الصحفيين والإعلاميين، ناخد عدد من الأسئلة. تفضل يا أستاذ لطيف، عرف نفسك. عبد اللطيف وهبه، بلومبرج. أنا سؤالي للأستاذ الرماحي، احنا كنا عايزين نعرف متى يبدأ التنفيذ، متى ينتهي المشروع، وإذا كان في فيسز مراحل في هذا المشروع ماشي أوكي، يعني ممكن نعرفها. ده حاجة. الحاجة الثانية إنه كان في تقريبا يعني محادثات مبدئية إنكم ممكن تصدروا الكهرباء لأوروبا أو للسعودية، هل المحادثات ما زالت مستمرة فيما بعد؟ يعني هل في دول تانية طلبت؟ شكرا. شكرا. نحن الآن نبتدئ فعليا على الأرض كتحالف بتطوير، بالبدء بمراحل تطوير المشروع. ومراحل تطوير أي مشروع وخاصة مشروع ضخم بهذا الحجم، من ناحية الاستثمار، حجم الاستثمار، ومن ناحية الطاقة الإنتاجية المنتجة، بحاجة إلى جدول زمني محدد نقوم فيه بعد استلام الأرض ببدء الأعمال الهندسية والفنية من خلال تركيب أجهزة قياس الرياح. لازم يكون عندنا قياسات دقيقة للرياح الموجودة على الأرض. لازم نبتدئ بعدها بكافة أعمال البحث التفصيلي، ثم ننتقل إلى التفاوض مع البنوك والمؤسسات المالية من أجل الحصول إلى إغلاق مالي. يعني التوقع أن مشروع بهذا الحجم الإغلاق المالي مش هيتم في أقل من سنة من الآن. بعدين نبدأ بالمراحل الفعلية بتطوير المشروع. مراحل تطوير المشروع، طبعا مشروع بهالضخامة حيكون على مراحل. من مصلحة الدولة المصرية وقطاع المسؤول عن إدارة الشبكات أيضا التأكد من إنه شبكات النقل والتوزيع الوطنية قادرة على أخذ هذه الطاقة الإنتاجية وتصديرها إلى أماكن استهلاكها، فلازم يكون في تنسيق مباشر أثناء مراحل تطوير المشروع للتأكد إنه كل مرحلة يتم الانتهاء منها تتوافق بالجدول الزمني مع مراحل مدى جاهزية الشبكة لأخذ الكهرباء وتوزيعها، نقلها وتوزيعها إلى أماكن استهلاكها. يعني حتتم بتنسيق مباشر ما بيننا وما كتحالف مطورين وما بين الجهات المعنية في الدولة المصرية، ونحن بالفعل نقوم الآن على الأرض بالعمل كفريق واحد بتعاون ممتاز. ما في أي تقصير، على العكس، نحن نشيد بمدى كفاءة وفعالية الأجهزة المعنية من الهيئة العامة للطاقة الجديدة المتجددة، من شركة النقل. كل الشركات المصرية في القطاعات المصرية تعمل بكفاءة عالية، ونحن نتعاون معها في سبيل إنجاز مشروع عالمي بمواصفات عالمية وكفاءة عالمية وبما يتوافق مع المصلحة العامة في مدى جاهزية الشبكة. ولا ننسى أنه من مصلحة الكل أنه إحنا أيضا نصل، لأن إحنا تطويرنا بيتم بنظام المنتج المستقل، والمنتج المستقل ببيع الكهرباء بكلفة بتعرفة. فمن مصلحتنا إنه إحنا نعمل شغلنا صح أساس نوصل للتعرفة اللي إحنا متفقين عليها، وهي المفروض إنها تكون التعرفة الأقل عالمية. السؤال الثاني ليس من مجال اختصاصنا كتحالف، هو من مجال اختصاص ربما الدكتور الخياط أو الجهات المعنية، لأنه يخص الجهة المسؤولة عن إدارة الشبكة. شكرا جزيلا للي تفضلت به حضرتك، كل العرض للمراحل اللي بيمر بيها المشروعات، والتأكيد على أهمية استيعاب تحديات كل مرحلة سواء تحديات فنية أو مالية أو ما إلى ذلك، وأيضا ما سيتمتع به المشروع في الحقيقة مما قامت به الدولة المصرية من جهود في تطوير البنية التحتية، ليس فقط في الشبكة الكهربائية الموحدة والعمل على تطوير خطوط النقل وأيضا شبكات التوزيع، ولكن أيضا البنية التحتية ممثلة في الطرق، الموانئ وما شهدته من طفرة، وأيضا قطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
بالنسبة للتصدير طبعا هناك جهد كبير جدا بتقوم به الدولة المصرية في الربط الكهربائي مع دول الجوار، سواء من ناحية الغرب مع ليبيا، سواء من ناحية الجنوب مع دولة السودان الشقيقة، وأيضا العمل الذي تم مع المملكة العربية السعودية في خط الربط ما بين مصر والسعودية، واللي هيمكن في الحقيقة من الربط ما بين الشبكة المصرية الكهربائية وأيضا الخليج ككل، وإمكانية تصدير وتبادل الطاقة في أوقات خارج الذروة، بما يسمح بتحقيق الاستقلالية الكهربائية لكل من الأطراف المتصلة أو ذات الصلة، وأيضا الجهود اللي بتقوم بها الدولة المصرية في دراسات الربط الكهربائي مع دولة اليونان وأيضا مع دول الجوار. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. تفضل يا أستاذة، هناخد الكل إن شاء الله. داليا عثمان، جريدة المصري اليوم. كنت عايزة أسأل عن هل من ضمن المراحل بتاعة المشروع هل في خطة مستقبلية في إطار توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر للتوجه لمناطق أخرى في مصر زي الزعفرانة، خاصة أنها تتمتع بطاقة الرياح؟ سؤال آخر، حجم العمالة اللي هيتم توفيرها للقضاء على البطالة في هذا المشروع؟ شكراً. شكرا جزيلا لسؤال حضرتك. بالنسبة للهيدروجين الأخضر، هناك في الحقيقة تلقت الدولة المصرية العديد من الطلبات للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، وده في الحقيقة يقوم على محور أساسي وهو الاستفادة من الموارد الطبيعية سواء الطاقة الشمسية أو سرعات الرياح المميزة الموجودة في مصر. في هذا الإطار، وحتى كان حتى يناير الماضي كان إجمالي المخصص للأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة حوالي 5200 كيلو متر مربع، ممثلة في مناطق أساسية: خليج السويس على ساحل البحر الأحمر حوالي 1200 كيلو متر مربع، شرق وغرب النيل حوالي 4000 كيلو متر مربع، بالإضافة لمناطق أخرى زي ما سيادتك تفضلت بالنسبة للزعفرانة، بالنسبة لأسوان سواء كومومبو أو بنبان أو ما إلى ذلك. تم العمل على استكشاف مناطق أخرى إضافية للعمل على تطوير مشروعات طاقة متجددة، وبناء عليه انتهت الدراسات إلى منطقتين أساسيتين: منطقة غرب أسوان، ودي بمساحة إجمالية 16000 كيلو متر مربع، منطقة غرب سوهاج بحوالي 9000 كيلو متر مربع. فأصبح إجمالي المساحات المخصصة للطاقات المتجددة بشكل عام بكافة أنواعها سواء لإنتاج الكهرباء أو الهيدروجين الأخضر أو أي تطبيقات أخرى بتتجاوز 30000 كيلو متر مربع، وهي مساحات هائلة قد تفوق مساحات بعض أو كثير من الدول. في هذا الإطار، وقعت مصر مع 23 تحالف عالمي وإقليمي وأيضا محلي مذكرات تفاهم لتطوير مشروعات إنتاج الهيدروجين من الطاقات المتجددة بإجمالي قدرات تتجاوز 80 جيجا وات، أي استثمارات تتجاوز 80 مليار دولار. تم توقيع 9 اتفاقيات منها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ في نوفمبر الماضي، وده معناه أن هذه المشروعات بدأت تاخد خطوات تنفيذية على الأرض. فده في الحقيقة بالإضافة للي سيادتك تفضلت بذكره بيتم تطويره والعمل جنب بجنب ويد بيد مع كافة الشركاء، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أثبتته الطاقات المتجددة خلال الأعوام القليلة الماضية وتحولها إلى قوة ناعمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. شكرا. أستاذ حسن، تفضل. حسن أبو خزيم روزا اليوسف، يعني في البداية نبارك للحكومة المصرية والشقيقة الإمارات على توقيع مثل هذا الاتفاق اللي هو تم يعني اليوم، وخاصة أن هذا الاتفاق بيأتي يعني بعد يوم واحد من الاحتفال العالمي للبيئة، وده يمكن قد يكون له مغزى يعني ومدلول كبير في الحفاظ على البيئة، بالإضافة حتى اختيار المكان في غرب سوهاج ده بيأكد اهتمام الدولة المصرية يعني بالمشروعات القومية مع توفير فرص عمل طبعا لأهالينا في الصعيد. ولكن ما هي عايزين نتعرف على الجهود المصرية الإماراتية في الحفاظ على البيئة. بداية يجب أن نشير أن التعاون الوثيق لدولتي الإمارات ومصر في مجال أو في مجالات الاستدامة، خفض البصمة الكربونية والمحافظة على البيئة، يمتد إلى سنوات سابقة قمنا في خلالها بتبادل الخبرات والتعاون المشترك
توثقت وتوطدت هذه العلاقة من خلال مؤتمر الأطراف كوب 27 اللي نحن ندرك تماما أنه كان في تنسيق مباشر مكثف ما بين الجهات المعنية في مصر والإمارات بسبب توحيد الجهود، الاستفادة من الخبرات، وبسبب طريق الانتقال من كوب 27 إلى كوب 28 من شرم الشيخ إلى دبي. هذا الطريق في الانتقال يكون من خلال إظهار أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات، الإعلان عن الخطوات والمبادرات الجادة الاستراتيجية في مجالات انتقال الطاقة، ومجالات انتقال الطاقة مثل ما تفضل الدكتور الخياط بتشمل مش فقط الطاقة المتجددة وأيضا الهيدروجين الأخضر. سنرى خلال الأشهر القادمة المزيد من أوجه هذا التعاون، وسنشهد خلال كوب 28 في دولة الإمارات كيف وصلنا إلى نضوج هذا التعاون لدرجة أكبر في البدء بالتنفيذ على الأرض. هي مش مجرد إعلان، هو البدء بالتنفيذ على الأرض مثل ما أطلقنا اليوم. لربما إن شاء الله من هنا لكوب 28 يكون في شيء آخر نستطيع الإعلان عنه بناء على الإنجازية على الأرض، بناء على البدء بالتنفيذ على الأرض، لأنه الدولتين ملتزمات تماما بخطط استراتيجية واضحة في خفض البصنة الكربونية وفي زيادة النسبة المنتجة من الطاقة المتجددة مثل ما حكى المهندس ناير 42% باي 2035. 2035 يعني مش ضايلها كم من سنة، بالعكس من ناحية عالمية بكافة المقاييس العالمية هاي خطة طموحة، يعني بنهنيكم عليها وانتوا ان شاء الله قدها وقدود. بنتعلم من بعض، بنتعاون مع بعض، بننفذ مشاريع مجدية اقتصاديا، وبنسهم في ردف المساعي الرائعة والاستراتيجية للدولة المصرية في كافة مجالات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة. شكرا. تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد شعبان، صحيفة الاتحاد الإماراتية. سؤال للدكتور محمد الرمحي. كيف ترى الاهتمام المشترك في كلا الدولتين، دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، يعني بالطاقة النظيفة والطاقة الخضراء من خلال المشروع الذي تم التوقيع عليه اليوم؟ شكرا. يعني أعتقد أنه الجواب موثق على الأرض، الجواب نراه بعيوننا، نلمس بأيدينا، مش فقط نعلن عنه. الجواب من خلال هذا المشروع الرائد 10 جيجاوات، المشروع الأكبر عالميا، المشروع اللي حيكون بمثابة توثيق فعلي على الأرض لتقنيات حديثة في مجال طاقة الرياح التي تعمل بكفاءة عالية وتخفض كلفة إنتاج الكهرباء بشكل عام، بالإضافة إلى البدء بالعمل الجاد على تمويل هذا المشروع وجلب شركاء من خلال بنوك التطوير العالمية، وأيضا نأمل أنه نسهم أيضا نحن في الإمارات من خلال بنوكنا المحلية في إيجاد أفضل حلول التمويل اللي من خلالها نستطيع ردف ودعم هذا المشروع بكلف إنتاج كهرباء تعتبر منافسة عالميا، الأقل عالميا إن شاء الله بالمقاييس الاقتصادية الموجودة في مصر، بالإضافة إلى سعينا الدؤوب من خلال شركائنا، من خلال حسن علام للمرافق، من خلال إنفينيتي باور، إنه إحنا أيضا ندعم اليد العاملة المصرية، ندعم أيضا تدريب وتأهيل الجيل الجديد من الخبراء الفنيين والمهندسين في مصر، ندعم المؤسسات التعليمية المصرية في الأبحاث والتطوير، ونسهم أيضا في قطاع الصناعة المحلية المصرية. إحنا لا ننسى أنه مصدر تحرص تمام الحرص في وجودها في مصر، مصر الشقيقة، نحن إخوة، أنه إحنا نزيد القيمة المضافة لمصر، مش مجرد استثمار حنجيبه فيه من الخارج، لا بالعكس، وأينما توجد صناعة مصرية نريد أن تكون هذه الصناعة المصرية موجودة في هذا المشروع، المصانع المحلية، أينما توجد خبرة وكفاءة مصرية لن نستوردها من الخارج، بالعكس بدنا نطور هذه الكفاءة، وإذا في التقنية مش موجودة في مصر بدنا نعلم اليد العاملة المصرية، بدنا نسهم مع الجامعات في التنمية والتطوير، بدنا مع الوقت ننشئ صناعات حديثة. الدولة المصرية دائما تحرص على تطوير قطاع الصناعة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص تمام الحرص دائما على جلب صناعات حديثة. لربما الآن مصر تدخل في صناعة وحدات إنتاج الطاقة الرياح،
سعادة الدكتور تكلم عن الهيدروجين الأخضر 80 جيجا وات، لربما مصر تصنع في تحليل المحللات الكهربائية الإلكترولايزر في المستقبل، وهذا شيء أنا أراه وارد جدا، بحيث أنه مصر ليس فقط ممكن أنها تصبح في المستقبل القريب مكتفية ذاتيا من هذه الصناعات المتقدمة، بل ممكن أنها تصدر لدول الجوار. فهناك أوجه عديدة من التعاون من خلال هذا المشروع على أطر اقتصادية واسعة ذات نطاق واسع. نرى أن هذا المشروع هو إن شاء الله باكورة من خلالها، إذا أنا بتكلم كتحالف مصدر إنفينيتي باور وحسن علام، هذا التحالف بيحكي عن على الأقل من وجهة تصوري استثمارات لا تقل عن 20 مليار دولار. هذا المشروع 10 مليار، بس ما ننسى أنه تحالفنا أيضا بيشارك بأربعة جيجا وات من بسم الله تبارك الله 80 اللي قال عنهم الدكتور الخياط. الأربعة جيجا وات هدول بحسبة بسيطة هم 4 مليار، بالإضافة للطاقة المتجددة اللي لازمة إلهم، وإحنا بنحكي عن 7 جيجا وات تقريبا لإنتاجهم، بدك تضيف عليها أنت بتحكي رفلي بحسبة بسيطة 20 مليار دولار استثمار من مصدر وحلفائها في دعم قطاع نقل الطاقة في جمهورية مصر الشقيقة والحبيبة كاستثمار مباشر، إضافة إلى القيمة المضافة اللي حتكون أضعاف أضعاف ذلك خلال فترة تطوير المشروع وإدارته اللي هي تقدر ب30 سنة إدارة المشروع، اللي من خلالها بندعم الصناعة وبندعم اليد العاملة وبندعم التدريب والتطوير وبندعم البحث والتطوير وخلق صناعات قطاعات صناعية جديدة. سنرى إنه الفائدة ستكون عالية جدا وكبيرة جدا، ونأمل أنه نزيد أيضا فرص التعاون لأفاق أكبر ومجالات أوسع. شكرا. هنختم بسؤال للأستاذ منصور. منصور كامل جريدة الأخبار. في ضوء الرئاستين المصرية والإماراتية لمؤتمر الأطراف كوب 27 وكوب 28 والرغبة العالمية إلى التخلص من الوقود الأحفوري والاتجاه إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ما هو المدى الزمني الذي ترونه يعني كافيا لكي تتحول المنطقة العربية والدول الخليجية لواحدة من أكبر أسواق النفط والوقود الأحفوري إلى واحدة من أكبر أسواق الطاقة الجديدة والمتجددة؟ أيضا تجربة مدينة مصدر في أبو ظبي وإقامة مدينة متكاملة مستدامة تتوافق مع النظم البيئية، هل هذه التجربة قاد أو ممكن تطبيقها في مصر وباقي الدول العربية؟ وشكرا. بداية أنا شخصيا حأعبر عن رأيي الشخصي، أنا أؤمن بمزيج الطاقة، أنا لا أؤمن بمصدر واحد من الطاقة، وأنا أؤمن بأنه نقل الطاقة يحتاج إلى عقود من الزمن. أنا أؤمن أن الوقود الأحفوري سيستمر في الإسهام في تأمين مصادر الطاقة، لأنه أمن الطاقة هو أمن وطني هام جدا. الآن نحن نتطور يا جماعة في استخدامات الوقود الأحفوري، الغاز الطبيعي غاز نظيف، إنتاجه آمن، وهو جزء هام من منظومة إنتاج الطاقة. قد أتفق معك لما أتكلم على سبيل المثال عن حرق الفحم على سبيل المثال، لكن الطاقة النووية النظيفة السلمية في إنتاج الكهرباء، استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء بكفاءة وفعالية، الآن وصلنا لكفاءات تزيد عن 62% ببصمة كربونية منخفضة جداً، مهم في الوقت اللي احنا بنطور فيه سبل الطاقة الجديدة والمتجددة 42% 35% ان شاء الله قد نطمح انه نصل الى 100% في 50 60 70. كل هذا بيتم بخطة مدروسة، هاي الخطة تضمن الامن الوطني، لانه امن الطاقة من امن الوطني، وامن الطاقة مرتبط بتعدد مصادر الطاقة، تضمن الانتقال المجدي اقتصاديا، لأنه ممكن الشيء اللي ممكن تشتريه كتقنية الآن غالي، بس هاي التقنية بتتطور، ممكن أنت تطمح أنه مدى ارتباطك بهذه التقنية وإسهامك فيها أو استثمارك فيها يكون على مراحل، حتى تضمن في توزيع محفظة استثمارك أنك تستثمر الشيء في جدول الزمني اللي يضمن الكلفة الاقتصادية المجدية فيه. فأرى أنه المنطقة العربية هي بالفعل حاليا، نحن لن ننتظر، المنطقة العربية تلعب دور فاعل وأساسي في كافة المجالات، في كافة استهلاك وتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا رقم واحد. دول عديدة، الإمارات، مصر، السعودية، ستلعب دور أكبر في التصنيع، وأنا أتوقع ذلك خلال 10 سنوات القادمة.
ستلعب دور في تصدير هذه التقنية، ونحن أيضا مراكز استهلاك، فإحنا في السبلاي تشين وفي الديماند تشين، في التوريد وفي الاستهلاك. نحن موجودون على الأرض، الانتقال سيتم على مراحل من أجل ضمان أمن الطاقة وهو أمن وطني، ومن أجل ضمان الجدوى الاقتصادية من استخدام مصادر الطاقة ضمن محفظة متنوعة. هاي المحفظة جدا محافظة للبيئة. حتكون لك مثال خلال نقاش هختم فيه، هذا النقاش كان مع وزيرة مختصة في دولة أوروبية، وزيرة تقول إنه إحنا مثلا في أوروبا قررنا إنه ابتداء من 2030 لن نستخدم سيارات حرق وقود. فجاوبتها قلت لها معلش دولتكم بتنتج 30% من كهربتها من الفحم، والفحم بصمة. من أحسن يا ترى، استخدام سيارات حرق الوقود الأحفوري ذات الكفاءة العالية اللي الخارج العادم ككواليتي ما بيأثر بنسبة لا تكاد تكون معدومة على البصمة الكربونية، من إنك تشحن سيارة كهربائية بإنتاج كهرباء من الفحم؟ الغرض إنه النظرة يجب أن تكون نظرة شمولية استراتيجية تنموية اقتصادية، وتحرص على أمن الطاقة في هذه الدولة. شكرا. بنشكر حضراتكم السادة المسؤولين، وخلينا نهني الدولتين المصرية والإماراتية بهذا المشروع، وكذلك الشركات المنفذة للمشروع اللي زي حضراتكم ذكرتوا النهاردة أكبر مشروع طاقة رياح على مستوى العالم بقدرة إنتاجية 10 جيجا وات، في استثمارات مباشرة خارجية 10 مليار دولار، في فرص عمل أثناء إنشاء المشروع حوالي 100,000 فرصة عمل، هيقلل الانبعاثات الكربونية بحوالي 10%، هيدي فرصة ليبقى عندنا صناعة مهمة في هذا القطاع المهم. فبنهني الجميع وبنشكركم جميعا. شكرا لحضرتك.